مرحبا مشاهدينا الكرام، رمضان كريم عليكم. اليوم الفقرة مالتنا ما بيها لا أزياء ولا ميك اب ولا أي شيء خص التجميل. اليوم الفقرة مالتنا خص الأكل. لا بيها أكل شنو؟ وشنو الفرق بين الأكل العراقي وأكل السوري والغربي؟ هي اطيب شيء انا احس اسوي المكسرات طبعا. انا راح اجرب اخلي من هاي. الشيف الشيف معنا اليوم هو راح يعملنا مريم. يا سلام، الله يبارك له. اهم شيء لمسات يا اضيفه، اني عاشت الايادي تمام. مثل ما تشوفونها طبق مالتنا، عاشت ايدك والله، شكله كل شيء سفيه طبعا، مشان يضل صفن. اي ضروري، صحتين وعافيه.